ما رأيك احنا اذا استاذ ريهان التقرير جاهز؟ طيب بعد قليل دقيق خلينا نتكلم، ما رأيك نتكلم عن المبادرات اولا؟ المبادرات التي تنضوي تحت هذه الحملة. بدأت الحملة هي بال 2011 بواسطة مرسوم أميري من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن صقر القاسمي. نعم. حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة. نعم. وتحت هذا المرسوم بلشت الحملة بأربع مبادرات. نعم. ميدانياً انطلقنا بال 2012 بمارس 2012، والحملة أول مبادرة هي مبادرة مرافق صحية صديقة للطفل. نعم. ومبادرة مؤسسات صديقة للأم أو مراكز عمل صديقة للأم. ومبادرة حضانات صديقة للرضاعة. جميل. وكذلك رابع مبادرة هي المؤسسات أو الأماكن العامة صديقة للطفل والأم. نعم. وكل المبادرات تحت الحملة هي لدعم الأم بالمجتمع. جميل. يعني الدعم بجميع الاتجاهات من المراكز الصحية للمؤسسات للأماكن اللي بتشتغل فيها لها. نعم. طيب احنا ناخذ فاصل حقيقة وسوف نعود للحديث بشيء من تفصيل عن هذه المبادرات الرائعة التي تقودها صاحبة سمو الشيخة جواهر حفظها الله، وأيضا صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة. بعد الفاصل مشاهدينا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. الرضاعة الطبيعية وما أدراك من الرضاعة الطبيعية، ومع الأستاذة منال نتواصل مع حضرتك. نريد أن نعود مرة أخرى للمبادرات الطيبة التي تنضوي تحت هذه الحملة، حملة الرضاعة الطبيعية. أنا يعني يمكن مريت عليها مرور الكرام، لكن أنا حابة أني أسمع شيء من التفصيل مع بعض الأمثلة حتى نوضح للسادة المشاهدين أنه عملية التنفيذ، تنفيذ المبادرة، البروسيس، يعني أنتم ما الذي نفذتموه وما الذي لم يتنفذ بعد في طور التنفيذ؟ هلا كل مبادرة عم تشتغل بطريقة معينة. نعم. حسب كل مبادرة بتغطي شو، يعني مبادرة مرافق صحية صديقة للطفل بتتابع كل المستشفيات والمراكز الصحية اللي داخل إمارة الشارقة. وبلشنا بعدة مراكز صحية وبعدة مستشفيات، مثلا مستشفى القاسمي أخذ الاعتماد من زمان كمستشفى صديق للطفل، حاليا عم نشتغل على مستشفى الذايد ومستشفى خرفكان ليأخذوا الاعتماد، وإن شاء الله هن بطور أنه يأخذوا الاعتماد قريبا، لأنه في عدة خطوات لازم تتطبق. إذا ما نحكي مثلا عن المؤسسات العاملة صديقة للأم، كمان في عدة مؤسسات حكومية، بلشنا بالمؤسسات الحكومية وبعدين بنتطور لنصير بالمؤسسات الخاصة. لأنه الحملة إن شاء الله مكفية لل 2015. المؤسسات الحكومية يعني يكون فيها حضانات قصدك؟ كمؤسسة حكومية لازم تكون صديقة للأم، في سياسة معينة لازم تتطبق. ما هي تلك السياسة أو المعايير؟ حسب كل مبادرة، مثلا المؤسسة الصديقة للأم لازم يكون في أماكن إذا الأم العاملة مرضعة إنها تقدر ترضع الطفل، لازم يكون في حضانة قريبة تقدر إنها تاخذ اذن، اكيد من ضمن اوقات العمل، هذه كلها سياسه بتطبق ضمن المؤسسات. هلا ضمن الحضانات كمان، الحضانات الحكوميه اغلبيه الحضانات الحكوميه صارت اخذ الاعتماد انها تكون حضانه صديقه للرضاعه، يعني بتدعم الام، هالام العامله اللي بتجيب الحليب المستخرج تقدر تعطيه للطفل بالطريقه الصحيحه وتكون مشجعه للرضاعه الطبيعيه. تقصدين يعني الحضانات الحكوميه هي تلك الحضانات التي موجوده داخل الدائرة الحكومية، ضمن الدوائر الحكومية، يعني احنا يبغي لها حضانة في تلفزيون الشارقة ان شاء الله. فكرتوا فينا ولا بعد؟ ان شاء الله. أكيد. طيب جميل جدا. عندنا امهات حقيقة في تلفزيون الشارقة يشتغلون يعني ويعملون اكيد في كل الدوائر طبعا ساعات طوال، ويحتاجون طبعا الى هذه المبادرة الطيبة حقيقة. طيب احنا بنعرض التقرير الخاص عن الرضاعة الطبيعية وهذه المبادرة الطيبة، نشاهد هذا التقرير سويا. الرضاعة الطبيعية حديث العصر في هذه الأيام، ففي حين بدأ الغرب يعي ضرورة الرضاعة الطبيعية وأهميتها، فقد عكست الآية وخفت رغبة نسائنا بالرضاعة الطبيعية. ومن هذا المنطلق بادرت حملة الشارقة إمارة صديقة للطفل، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، والتي تستهدف جميع النساء عبر توفير ظروف مناسبة تمكنهن من تعزيز دورهن كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف الحملة إلى توفير بداية صحية للأطفال من خلال تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية التي من شأنها أن تقلل فرص الإصابة بمشاكل صحية لدى الأطفال، منها الإسهال والقيء والالتهابات الصدرية، وحتى تستطيع أن تقيهم من المشاكل الصحية في المستقبل. توعية، إرشاد، اهتمام من المختصين، رعاية وحنان هو كل ما تحتاجه المرأة التي تعاني من مشاكل في الرضاعة الطبيعية، حيث تجد الإجابة عن كل الأسئلة التي تتبادر لذهن الأم المرضعة، ومعلومات عن الغذاء الصحي الأمثل وأفضل العادات التي ينصح باتباعها، وخصوصا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. حياكم الله من جديد مشاهدينا. أستاذة منال، يبدو أن حضرتك عندك تعقيب أو تعليق على هذا التقرير وما شاهدناه فيه، تفضلي نسمع. نعم، من آخر الأشياء اللي عملتها الحملة أنه تم إعلان الفيلم التثقيفي للأمهات تحت عنوان من الحمل إلى الرضاعة، والفيلم التثقيفي هو مدبلج من اللغة الإنجليزية للغة العربية، وتم عدة أطباء واستشاريو رضاعة طبيعية، أكثر من 50 شخص تطوع أنه يدبلج هذا الفيلم وينزل وموجود داخل الحملة، وبتقدر أي أم مواطنة أنها تطلبه وتحضره، وكثير مهم لأنه بيعطي تسقيف عن كيفية الاهتمام بالطفل، ونعطي الطفل مثل هدفنا بداية صحيحة لمستقبل أفضل. طيب، دعينا نعود مرة أخرى إلى العزوف. حقيقة أنا لا أريد أن نترك هذا المحور ونمر عليه مرور الكرام فقط. لماذا يعزفنا؟ فقط لأنهن عاملات. يعني طبعا هناك توعية، وأنتم مش مقصرين في التوعية، ودورة الإمارات مش مقصرة في التوعية، لكن هل التوعية ممكن أن تصل إلى عقر دارهم؟ بمعنى أنه مثلا هل درستوا مثلا كيفية توعية الأمهات العازفات عن الرضاعة، بحيث أنه يتم توعيتهم بوسائل وبطرق تصلهم سريعا؟ يعني مثلا توعية عبر الإيميل، عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، يعني أقصد تكون أكثر دخولا وولوجا إليهن أينما كانوا هلا الحملة عندها على الويب سايت، على تويتر، على الفيسبوك، موجودة بعدة موجود وسائل. نعم، جميل. موجودة على جميع هذه الوسائل، وبنفس الوقت عم بيتم بالتعاون مع أصدقاء الرضاعة الطبيعية الاتصال، وبعدة أمهات من داخل المراكز الصحية ومن داخل المستشفيات للتوعية أكثر لأهمية الرضاعة الطبيعية عندهم، والأمهات يلي بحاجة للمساعدة. هذا هدف الحملة، أنه تكون المراكز الصحية الموجودة داخل إمارة الشارقة هي مراكز صحية صديقة للطفل. فمجرد ما الطفل بده يبلش الام تعطي التطعيمات الاوليه اللي بتنعطى بالمراكز الصحيه، بهذا الوقت نحن بنقدر نوصل للامهات ونعطي تسقيف وتعليم عن اهميه الرضاعه الطبيعيه والاستمرار، لانه نحن ما بس بهمنا كمان بدايه الرضاعه الطبيعيه، بهمنا الاستمرار. حسب اليونيسف انه الاستمرار 6 أشهر برضاعه طبيعيه خالصه، ونوصل للسنتين او اكثر اكيد مع بدايه الاغذيه التكميليه بعد 6 أشهر. لكن هناك بعض الأمهات حقيقة يعني لا يمتلكن سعة صدر وطولة بال، إذا جاز لي التعبير. يعني أول ما تشعر بأنه لا يوجد لبن كافي، أو لا يدر ضرعها لبنا كافيا لرضيعها، تعتقد بأن ذلك يعني أنه انتهى الموضوع فتقطع الرضاعة. صحيح. هذا يؤثر سلبا أعتقد عليها بعد ذلك، يعني أو على الطفل، ليس صحيح كذلك. صحيح، بيأثر نفسيا وجسديا على الأم وعلى الطفل. يعني الطفل كمان بده يحس أنه كأنه الأم بعدت عنه، وبنفس الوقت الأم بدها تحس أنه هي منا قادرة تعطي هالحليب الطبيعي للطفل، فهي كمان راح تحس بكتير توتر شديد. وهيدا نحن اللي طلبناه من المجتمع. يعني نحن مش موجودين بس بالمستشفيات وبالمراكز الصحية، التوعية ضمن الحملة هي للمؤسسات مثل ما قلنا، وللحضانات وللأماكن العامة. يعني نحن بدنا نوصل أنه المجتمع يكون مساند للأم العاملة لتقدر تكفي أنها تعطي الحليب الطبيعي للطفل. طيب، في هذه الحالة ماذا تنصحينها؟ يعني إذا فقدت الأمل، إذا جاز للتعبير، أو شكت لسبب أو لآخر أنه
لا تستطيع أن تدر دايماً لبن تصبر؟ دايما الأم لازم تطلب المساعدة من الأشخاص المختصين. لما هي ما تقدر أن ترضع طبيعيا لأي سبب من الأسباب، في أشخاص مختصين بالرضاعة الطبيعية موجودين داخل المراكز الصحية وداخل المستشفيات الصديقة للطفل، وبيقدروا أنه يساعدوها حسب كل أم وحسب شو وضعها، لأنه كل أم عندها وضع معين بيمنع أنه تقدر تستمر بالرضاعة الطبيعية. ونحن موجودين بداخل المراكز الصحية وعم ندعم كل العاملين بالمراكز الصحية والمستشفيات ليقدروا يدعموا الأم ويساعدوها حسب كل أم شو عندها مشكل إنها ما تقدر تستمر بالرضاعة. طيب ما رأيك لو تسحبيننا إلى ما أضرار ومخاطر الرضاعة الصناعية؟ مخاطر الرضاعة الصناعية بالحقيقة حسب كل الأبحاث اللي انعملت بالعالم نوجد أنه في عدة مخاطر للرضاعة الصناعية أو للحليب الصناعي. أول شيء بالنسبة للأم، نوجد أنه الأمات الغير مرضعات هن عرضة أكثر لسرطانات الثدي وسرطانات المبيض، وعرضة أكثر للإحساس بالتوتر والإحساس بنوع من الضغط النفسي، خاصة بفترة ما بعد الولادة للأمات الغير مرضعات. نعم. بالنسبة للطفل أكيد الطفل عم ينحرم من الأجسام المضادة يلي بيقدر يأخذها بالحليب حليب الأم، فالطفل أكثر عرضة مثل ما قلنا للإصابة بعدة أمراض، أمراض مزمنة وأمراض غير مزمنة. عدة وجدت الإحصاءات أنه الأطفال ما بيرضعوا طبيعيا بيصير عندهم إسهال شديد أكثر، بيصير عندهم تقيؤ أكثر، بيصير عندهم نسبة حدوث أمراض السكري والربو والأمراض الجلدية أكثر بالمستقبل. طيب نحن يمكن وصلنا للختام حقيقة أستاذة منال، لكن نريد أن نسمع من حضرتك نصيحة ختامية توجهيها للأمهات وإلى كل من ترغبين، يعني من سواء كان أيضا الرجال، وأقول هنا الرجال لماذا؟ لأنه حتى الرجل يجب أن يعي، أو الزوج تحديدا يجب أن يعي أهمية الرضاعة الطبيعية لابنه حتى يدفعها نفسيا ويشجعها معنويا أنها ترضع ابنها، أليس كذلك؟ نعم صحيح. نعم. من نفس هدف الحملة، يعني بداية صحيحة لمستقبل أفضل، هيدا نحن هدفنا من الأول. ونطلب من كل أم إنها ترجع للطبيعة، الشيء الطبيعي، وتعطي الطفل حليبها ما تحرمه، لأنه سبحان الله ربنا هو اللي أوجد هيدا الحليب عند الأم كمكافأة منا لطفلة لبداية صحيحة. وكل أم بتلاحظ إنه عندها أي مشكل ولا بتواجه أي صعوبة بالرضاعة الطبيعية أو توفق مثل ما قلتي حضرتك ما بين العمل وما بين الرضاعة، تتوجه للمراكز الصحية وتتوجه لذوي الاختصاص لمساعدتها. وأكيد للرجال مساعدة زوجاتهم ليقدروا يقدموا الشيء المناسب والشيء الصحي لطفلهم، هذا شيء كثير مهم للدعم. شكرا جزيلا لك الأستاذة منال محمد أبو فخر، المستشارة الدولية للرضاعة الطبيعية ومنسقة المواد التعليمية بحملة الشارقة إمارة صديقة للطفل. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لك. طبعا وإمارة الشارقة هي إمارة صديقة للطفل وللأسرة وللأم ولكل أفراد العائلة وللمجتمع برمته. حقيقة شكر الجزيل لهذه الجهود القيمة، وأتمنى لحضراتكم ليلة سعيدة، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى غدا وحلقة جديدة من برنامج 30 دقيقة.